تسلمة. أهلا وسهلا. لاباس؟ الحمد لله. لاباس انت؟ الحمد لله. عرفنا عليك. حمودة بسيس، معلم من خريجي علوم تربية دفعة 2021. حابين نتكلم اليوم فيما يخص مظلمة تاريخية لم يسبق لها مثيل نتعرضوا لها من طرف وزارة التربية. اليوم خريجي علوم تربية تلقوا تكوين بيداغوجي ونظري يأهلهم من أنهم يكونوا حاملين لشهادة أستاذ تعليم ابتدائي موجه باش يدرس في المدارس الابتدائية بانتداب آلي ومباشر حسب الفصل 22 من القانون الأساسي المنظم لقطاع التعليم. لكن التحيل متاع وزارة التربية يتمثل في أنه بعد ما تخرجنا تتحيل علينا الوزارة بعقود أقل ما يقال عنها أنها عقود إذلال، عقود إذلال وتشغيل هش، تخلي الشهرية من 1340 إلى 600 دينار، فضلا عن أنه 600 دينار إلى حد الآن 13 شهر منذ سبتمبر 2021 إلى سبتمبر 2022 عديد من الزملاء لم يتلقوا مليما واحدا من وزارة التربية. التوا ما خلصتوش. اي، فنسبه كبيره منا التوا ما خلصناش، مع العلم انه فما زملاء يخدموا في بلايص بعيد على ولاياتهم، وهذا من طرف وزاره التربيه، يعني تعيين اجباري عنهم خارج ولاياتهم. برشا منهم يتحملوا مصاريف كراء، يتحملوا مصاريف تنقل، يتحملوا مصاريف الماكله، وهذا الكل من غير حتى مليم واحد يتلقاوه من وزاره التربيه. كذلك في هذا العقد، عقد الاذلال، ما فماش حتى تغطيه صحيه، يعني المدرس اللي لا قدر الله عليه يمرض ما يلقاش حتى تغطيه صحيه من طرف وزارة التربية. كذلك العقد هذا ما يدخلش في السنوات الأقدمية، فهو عقد أقل ما يقال عنه أنه عقد إذلال واستغلال لهذا المدرس اللي جاي منذ شبابه باش يساهم في إصلاح المنظومة التربوية، يواجه بكمية من الاستغلال وكمية من الصدود من طرف وزارة التربية. ثم بعد العقد هذا كان من المفترض أنه السنة هذه سبتمبر هذه ندخله برتبة أستاذ مدارس ابتدائية متربي السنة أولى، هذا حسب ما اتفقنا عليه في وزارة التربية. لكن ما رأنا إلو أنه إلى حد هذه اللحظة وإحنا اليوم 30 سبتمبر 2022 ما زالت وزارة التربية ما بعثتش الصفة الرسمية للمدرسين دفعة 21 من علوم التربية اللي هي أستاذ مدارس ابتدائية. يعني إحنا دخلنا للمدارس متاعنا ما ناش عارفين أرواحنا، لا متعاقد لا متربص لا شنو بالضبط، نخدمه هكاكا من غير حتى صفة. فندائي إلى وزارة التربية، وأكيد علموا بالتحركات الوطنية والجهوية اللي كنا خذناها، ونحن في الوقت الحالي يوم 29 سبتمبر يوم أمس كنا في تحرك وطني مزلزل في وزارة التربية. آخر شهر هذا كان فما تحرك وطني يضم فئة علوم التربية مع الفئة مع المعلمين النواب، تنظموا الجامعة العامة للتعليم الأساسي. ثم طلبتوا فيها التحرك، طلبنا فيها بالانتداب الرسمي لخريجي علوم التربية دفعة 21 بالانتداب حسب القانون، أستاذ مدارس ابتدائية متربص سنة أولى. ثم إثر هذا التحرك الوطني نخوضوا اعتصام في المندوبيات الجهوية، وإحنا ندافعوا على حقوقنا وندافعوا على كرامتنا، وماناش باش ندخروا جهد وماناش باش نبخلوا إن نجيب كرامتنا ونجيبوا حقنا. فمطلوب من وزير التربية أنه يطبق القانون وينتدبنا بصفتنا الرسمية. وين تخدم أنت؟ نابل. شنو صعوبات تعرض لهم بخلاف أنه ما خلصتش؟ الصعوبات اللي نتعرضوا لهم كشعبة التربية والتعليم وكصنف الزملاء الكل، ما نتكلمش باسمي بركة، نتكلم باسم شعبة علوم التربية. شعبة علوم التربية أغلبنا نخدموا في ولايات خارج الولايات نتاعنا. منين مثلا؟ أنا من نابل، أنا الحمد لله نخدم في ولايتي، لكن أنا نتكلم باسم زملائي اللي هما من القصرين ومن سيدي بوزيد، يخدموا معايا في نابل، كارين ب 400 و500 دينار، يتحملوا في مصاريف التنقل، يتحملوا في مصاريف الكراء، يتحملوا في مصاريف الماكلة ومستلزمات العمل اللي نتحملها أنا وهما. تعرفوا العمل متاعنا الطبيعة متاعه انه ناخذوا برشا وسائل وبرشا معلقات وبرشا افيشاج وكذا، يعني خدمتنا تطلب مصروف، مش قاعدين على بيرو ناخذوا في الفلوس، احنا نصرفوا باش تكون العملية التعليمية التعلمية ذات جودة وباش نعملوا قدموا روندمون مزيان للصغيرات. لكن في ظل هذايا ما كناش عندنا حتى مدخول باش نواجهوا به كل المصاريف هذه وكل الاعباء هذه. ما لا يعقل انه مدرس بعيد على الولاية متاعه يصرف في 800 و900 دينار في الشهر من غير ما دخل حتى مليم، حتى الفلوس اللي كانوا يتصرفوا كانوا يتصرفوا في شكل رابيل بعد 6 و7 شهور. يعني أقل مصروف لازم يكون للمدرس دخل شهري قار باش ينجم يقاوم الأعباء هذه. هذا نداء لوزارة التربية أنها تطبق القانون، تنتدب الناس بصفتها الرسمية، ثم تخلص الأجور والمستحقات المالية اللي هي مطالبة بها.
أنا فما شكون يخدم وهو مازال ياخذ في مصروفه من عند والدي. بالضبط هذا هو، نحن تخرجنا وكان عندنا آمال كبيرة أن باش نستقلوا ماديا وأن باش نعاونوا ديارنا، لأنه فينا برشا من ديارنا مسحقين أن نقفوا معهم وأن نعاونوهم، لكن الأدهى والأمر نلقاو رواحنا نصرفوا في مصروف أكثر من اللي كنا نصرفوا فيه في وقت كنا طلبة، نلقاو رواحنا نتحملوا في مصاريف المدرسة ومصاريف الخدمة على حسابنا، يعني بلغة أخرى نلقاو رواحنا نكفلوا في وزارة التربية. هل وزارة التربية ناقصة فلوس باش تتحمل كفالتها معلمين ما عندهم حتى مدخول؟ هل وزارة التربية تشغل ناس تشغيل هش وتستغلهم وتستعبدهم من غير ما انها تصرف حتى مليم واحد؟ ما تستعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. هذا المدخول الدخل المالي والشهري القار والانتداب بالصفة الرسمية هما مطالب أساسية ولا رجعة فيها، وإحنا اليوم نطالب بكرامتنا وندال وزير التربية راك ما تنجمش تشري كرامتنا ب 600 دينار ناخذوها بعد 12 شهر. رانا نطالب بانتدابنا الرسمي ونطالب بصفتنا الرسمية ونطالب بحقوقنا، ومستحيل نتراجعوا ومستحيل ندخروا جهد في أن نطالب بحقوقنا الرسمية. هذا وعد مني وبقون ما بقي الزعتر والزيتون. أنت كنت في وزارة التربية طيلة شهر سبتمبر، كنا نخوض تحركات جهوية وتحركات وطنية، منها الاعتصامات بالمندوبيات المتواصلة إلى حد هذه اللحظة، ومنها التحركات الوطنية في وزارة التربية، وهذا بالطبيعة بمساندة الجامعة العامة للتعليم الأساسي اللي هي متبنية القضية. شنو إجابة الوزارة؟ إجابة الوزارة كان الحق في تصريح الوزير، كان فما برشا ارتباك وكان فما برشا غموض وكان فما برشا لعب بالألفاظ وبالمصطلحات. هو كانت نجم تعود لنا الكلام. الوزير قال إن قاعدين بصدد دراسة الآلية للإدماج التدريجي لخريجي علوم تربية وللمدرسين المتعاقدين اللي هما يشملهم تسوية الوضعية، لكن حبيت نقول سيد الوزير راهو انتقاء الألفاظ ضروري، إنك لازم تبين هل هذا مدرس متعاقد أو إنه مدرس متربص. انتقاء الألفاظ ضروري، غير مقبول وزير التربية يصرح القناة بتصريحات غامضة وبتصريحات ألفاظ تحتمل عدة معاني. فنحن نطالبه بالتوضيح، هل باش نكونوا متعاقدين أو باش نكونوا متربصين؟ بين الصفة الرسمية من غير ما تحكي في العموميات، ونحن بصدد إيجاد آلية وإدماج تدريجي وكذا. كرامتنا تقتضي أنه تنتدبنا دفعة كاملة بنت أستاذ مدارس ابتدائية، وهذه في صفتنا الرسمية ولن نتنازل عنها. أنت كيف اخترت الشعبة هذه؟ كنت متفائل بها؟ كنت متفائل وكان عندي آمال كبيرة أن نساهم في إصلاح المنظومة التربوية كيف دفعة كاملة من خريجي علوم التربية، لكن الحق متاع ربي في المقابل تفاجئنا بعدة عراقيل وعدة مفاجآت سيئة من خلال الصيفة ما خذيناهاش، من خلال الفلوس، من خلال عدة ظروف ما تخليناش وتعيقنا أن نكونوا ان نقدموا عمليه تعليميه تعلميه ذات جوده. نعرفوا انه الاقبال على الشعبه هذه برشا، وخاصه معناها في كل عام برشا يحبوا يمشيوا على ضمان المستقبل. خريجي علوم التربيه هو المعلم يتوجه وعارف روحه باش يكون استاذ مدارس ابتدائيه، بطبيعه شهريه حاجة مما لا شك فيه أنه خدم على روحه ويتقاضى أجر، حتى واحد ما نكذبوش على بعضنا ونقولوا ما نلوجوش على الشهرية، لا الشهرية ذيك حقنا وخدمتنا، لكن احنا عندنا آمال وعندنا طموحات أن نصلحوا المنظومة التربوية ونرتقيوا بها ونخليوا صغيرات يتلقاو تكوين ذو جودة ونخليوا صغيرات متكونين تكوين باهي، فهذه الآمال متاعنا. لكن بصراحة في ظل ما نشوفوا فيه الأوضاع لا تبشر بخير، فندائي مجددا الى سيد وزير التربيه انه في القريب العاجل يمكننا من صفاتنا الرسميه ومن مستحقاتنا الماليه. خلي كلمة الختام. شكرا. مره اخرى نحب نحيي كافه الزملاء في شعب التربيه والتعليم الدفعه الثالثه والرابعه، ونقول لهم ان باذن الله مواصلين وباش نطالبوا بحقوقنا، والاخر نفس ولن نتراجع ما دام فينا قلب ينبض ونفس يتردد. شكرا.